يعني سمر كثير مننا بيفقد اعصابه، على فكره وانا منهم يعني، ما كثير احيانا بتمالك اعصابي، ولكن مع مرور الوقت مع المواقف اللي نحن عم نعيشها ممكن نحن نقدر نضبط اعصابنا نوعا ما رغم ضغوطات الحياه اللي نحن عم نعيشها. العصبيه هي بيقولوا عالم بتقول انه هي وراثه بترجع هي للاهل، ولكن احيانا بيقولوا انه يمكن وقت كانت الام حامل بالبيبي كانت تتعصب. فهدول القصص كلها نحن بنسمعها، ولكن العوامل ما هي العوامل علميا، خلينا نحكي العوامل اللي بتاثر على الاعصاب، مزاجيه الانسان. اكيد رح نتعرف بصباحنا لليوم عن كل هيدا الاسباب اللي بتؤدي للعصبيه الزايده، كيف نقدر نحن نتغلب عليها ونتجاوزها. طبعا مع الاختصاصيه النفسيه مروه منذر. يسعد صباحك مروه. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نحكي عن الحاله العصبيه. كل حدا فينا بيعبر عن حاله بوقت الغضب يعني بطريقه مختلفه عن الثاني. خلينا نحكي بس تيجي الحاله العصبيه للشخص نعرفها بشكل اكبر واوسع. بالبدايه فينا نعرف العصبيه ان هي توترات بتصيب الشخص وتهيجات يعني بتغلب عليها الغضب، بتعود لأتفه الأسباب، يعني ما بتستدعي ردات الفعل المبالغ فيها اللي بيظهرها أحياناً الشخص الغاضب أو العصبي. بتحدث حالة العصبية بشكل مفاجئ وسريع، ودائماً بيتبعها حالات من الندم الشديد، ليش أنا حكيت هيك؟ ليش ما تصرفت هيك؟ ما كان لازم أعمل هيك؟ ودائماً بحاول يعتذر من الشخص يلي وجه له الكلام وقت ما كان معصب. دائماً إذا كان عنده وعي، مثلاً في أي شخص ممكن يكون عصبي كتير، ما يسأل عن الطرف المحيط، ما يسأل شو حكى للشخص الثاني، ممكن يعصب هو من كلمة وتكون ردة فعله كتير بتكون قاسية، ممكن توصل كمان للضرب ببعض الأحيان. خلينا نحكي عن هذا الشخص العصبي اللي ما عم بيسأل على حدا، شو ممكن نحن نتعامل معه؟ كيف ممكن نتصرف معه؟ شو برأيك؟ هلق بالمجمل انه الشخص العصبي مو انسان سيء بالمجمل. تمام. يعني دائما الشخص الغاضب بعد زوال الغضب باقل من دقيقه بيرجع لنفسه وبيعرف بينه وبين حاله انه هو عمل شيء غلط. يعني قليل الاشخاص اللي بيعصبوا وبيغلطوا وما بيندموا. فهيك انا حكيت انه دائما بيطبع حالات ندم شديده. نعم. على التصرف اللي قام فيه. تماما. يعني مروة دائما نحن بدنا نعرف السبب للعصبية، أسباب العصبية طبعا بشكل هيك مفصل منك. شو سبب العصبية بيكون أحيانا؟ هل هي ضغوطات حياة؟ هل هي مثل ما قلنا بالمقدمة وراثة؟ أو هي حالة مزاجية بتصيب، وخاصة الأنثى خلينا نقول حسب تغيرات الهرمونية لجسمها؟ تفضلي. هلق للغضب أسباب كثيرة، ودائما هي بعيدة عن السبب اللي خلال الشخص يعصب. مثل ما حكينا انه هو بيعصب لأتفه الأسباب. شو الأسباب اللي بتخليه يعصب؟ هلق ممكن تلعب الوراثة دور كبير بعصبية الشخص، انه يكون احد الوالدين سواء الأب او الأم عنده بيحمل العصبية وبيورثها للأبناء. وممكن بالتقليد نحن نشوف شخص عصبي ممكن نجذب لهذا الشخص مع انه السلوك سلبي، نحن نتقلده بفترات حياتنا. تماما. والأسباب الثانية ممكن متعرض الشخص لاضطرابات، مو اضطرابات نفسية، خلينا نقول مشكلات نفسية اللي هي الأرق، الاكتئاب، التعب، كلها أسباب بتخلي الشخص أنه يفقد السيطرة على أعصابه ويتوتر وبالتالي يؤدي للعصبية. كمان عندنا أسباب، أحيانا الشخص بينصاب بمرض بعيد عن الأمراض النفسية أو العصبية بس بتؤدي لحدوث العصبية، أنه أنا معي هذا المرض ومو ملاقي علاج، بينه وبين حاله أنه ليش أنا انصبت بهذا المرض؟ أو ممكن الألم الشديد يوصله لدرجة عصبية معينة. الألم الشديد بيخليه يفقد تركيزه والسيطرة على نفسه، وبالتالي كمان بتؤدي للعصبية. الحزن والخوف، الإنسان وقت ما بيشعر بالخوف
بيفرز جسمه هرمون الادرينالين اللي بينعكس سلبا على اجهزته وبيؤدي للعصبية. أكيد لكل حدا في له صفات. خلينا نحكي عن صفات الشخص العصبي. ممكن بيقولوا عنا مثلا هو دائما بيكون عنده قلق، عنده توتر، عنده صح. مثلا بتروح عنده مثلا روحة الدعابة والفكاهة، يعني ما بيخلي حدا يمزح معه لأنه المزح حيقلبه جد. خلينا نحكي عن الصفات الجسدية للشخص العصبي شو هي؟ هلق بالمجمل الشخص العصبي بيكون حاد الطبع، يعني قليل المزاح مع المحيطين، او ممكن هو يمزح مع اي حدا بده اياه بس ما حدا يمزح معه، بس تنقلب الادوار ما بيقبل بهذا الشيء. هو مبدئيا فيك تقولي شخص غير متصالح مع نفسه، بيميل لتضخيم الامور والتفكير السلبي دائما، انه ليه حكاني هاي الكلمه، هو بيقصد فيها هيك، يعني بيعمل على تضخيم الامور البسيطه وبيعمل من الحبه قبه مثل ما بيقول. اكيد ودائما بيكون مكتئب، بيلاقوا الشخص العصبي دائما مكتئب ومو متحمل حدا ومو متحمل نفسه لنفس السبب، انه هو بيحمل الموضوع اكثر ما بيستاهل، بيعمل على تضخيم الامور بعقله يعني بكبر المواضيع. نعم، يعني مثل ما حكيتي مروه لعده اسباب، ومنها الوراثه، ومنها ايضا تعرض الانسان لعده امور، منها الحزن، القلق، وايضا الخوف مثل ما ذكرتي حضرتك. ولكن دائما الانسان بيحاول انه مثل ما قلتي احيانا بيندم انه حكى كلام، فبده يتجاوز هذا الموضوع. كيف فينا نضبط نفسنا؟ وهذا السؤال الاهم، انه نحن كيف فينا نتمالك اعصابنا بمواقف، يعني احيانا بنحط الانسان بمواقف مستفزه جدا بتدفعه احيانا للعصبيه ولا النطق بالفاظ يمكن ما هي من طبيعته. بالتأكيد. هلق القائمة بالطرق أو الوسائل بتخلي الإنسان يحد من عصبيته بالطول وما بتنتهي، بس رح نحاول نذكر أنه أهم الطرق اللي بتخفف من حدة العصبية سواء بالموقف الحالي أو للمستقبل لبعدين، شو ممكن نقدر يعمل الإنسان. هلق لازم الإنسان يحرص على التفريغ النفسي، أنه يعبر لشخص مقرب على الأقل عن همومه ومشاكله، ويحكي يفضفض شو هو شو عم يواجه مشاكل، فهي لها دور كبير بتخفيف من العصبية. دائما الشخص وقت ما بيكون صاير معه موقف سلبي بيضلوا بينه وبين حاله يشاغلوا هذا الموضوع، إذا ما حكى لحدا رح ينعكس على نفسيته وعلى جسمه بالكامل. لهيك نحرص على التفريغ النفسي لها شخص مقرب ونعبر عن اللي بداخلنا. فينا كمان الرياضة، رياضة المشي واليوغا كثير مفيدة للتخفيف من حدة العصبية. أول شيء لأنها هي بتهدي أجهزة الجسم، والإنسان وقت ما بيلعب رياضة بيفرز جسمه هرمونات السعادة اللي بتؤدي لتخفيض التوتر والتقليل من العصبية. كمان الابتعاد عن التدخين، بالنسبة للشباب الأكثر شيوع عن التدخين والكحول والمخدرات، فهي أسباب، هي سبب أساسي بالعصبية. فينا لنخفض العصبية النوم المريح ولفترات ما بتقل عن 8 ساعات، ولا بتزيد عن 8 ساعات، تزيد هلق بتؤدي لمشاكل شيء غير العصبية، بس انه على الاقل 8 ساعات بشكل يومي نوم صحي ومريح. يعني نحن احيانا بننام بوضعية ممكن 15 ساعة ونحن ما ارتحنا، فنحن ما استفدنا شيء، فاكيد من نحن بنأكد على النوم الصحي لمدة 8 ساعات. النوم الصحي وممارسة التمارين الرياضية. بالتأكيد. خلينا نحكي الشخص العصبي كمان كيف ممكن نحن نتعامل معه. هو موجود بكل عائلة، بكل أسرة في شخص عصبي، إنه ما حدا بيقدر يقرب عليه. صح. شخص ممكن بكلمة يقدر مثلا يعصب، يكسر. صح. يعمل أي أشياء تانية رد فعل عن عصبيته. خلينا نحكي كيف ممكن نتعامل، غير ضبط النفس، غير مثلا نحكي بالعواطف، كيف ممكن نتعامل مع أي شخص، وهل بتختلف من الذكر عن الأنثى ولا لا؟ هلق في طرق كثيرة لنتعامل نحن مع الشخص العصبي. هلق بالمرتبة الأولى دائما نسمع نحن اتركوه معصب، اتركوه اجتوا الجنوني.
تركوه كمان طيب، لأنه الشخص العصبي إنه بيعبر عن كل شيء، عن كل غضب بقلبه، فهو طيب يعني بيرجع مثل ما قلتي بأنه ضميره وهيك أشياء. هلق بالمرتبة الأولى ما نوصف الشخص نفسه بالشخص العصبي، لأنه إذا الشخص عم يسمع كلمة متداولة بالبيت، هذا عصبي، هذا بيعصب، هذا بثور هيك، تماماً فبيتقمص هاي الصفة وبيصير يدور دوار على المشكلة ليعصب، لأنه أنا أثبتت وجودي بالبيت مثلاً بهي الصفة، لازم حافظ على كياني إنه أنا شخص عصبي. هلق الشباب بالمجمل بتميل للعصبية إنه لتظهر إنه هي بالرجولة، يعني إنه خاصة فترة المراهقة بيعصب، بيرفض قرارات الأهل. أهم صفة لازم، أهم شيء لازم نتعامل معه مع الشخص العصبي التقبل، إنه نحن ما نتعامل معه بنفس الحدة والعصبية، نتركه ليروق ونفهمه هو وين غلط وبشو غلط وكيف لازم يتصرف بالمواقف اللي جاي بعده. نعم، يعني عدة أمور يمكن بتكون أحياناً بتخلينا نهدى، يمكن كلمة من شخص آخر أو استيعاب الطرف الآخر للحالة العصبية اللي عم يمر فيها الشخص. كيف إذا كان الشخص قاعد بين الطبيعة، قديش بتروق أعصابه؟ أكيد أكيد، يعني مروة ما في أحلى من الورد، ويمكن أحياناً بس تقدمي لحدا وردة يكون معصب يروق، أكيد بس يعرف إذا هالوردة دمشقية حيختلف الموضوع، رح نكمل في حديثنا معك، ولكن بدنا نعرف منك قديش الطبيعة بتأثر على الشخص، وقديش أحيانا ممكن مو بس كلمة، هدية صغيرة ممكن يعني تخليه إنه يخفف حدة عصبيته. هلق الطبيعة بالمرتبة الأولى هي علاج، حتى لا مو الأمراض النفسية وكمان الأمراض الجسدية، كثير عنا أمراض الطبيعة هي العلاج الوحيد لها، مثل ضيق التنفس. هلق الإنسان خاصة فترة الصباح بيكون نسبة الأكسجين عالي بالهواء بالجو، آسفة، فالإنسان اللي بيقعد بالطبيعة جلسات التأمل كثير إلى دور على النفس، وبتهدي أجهزة الجسم وبتخلي الإنسان يشحن نفسه بطاقة إيجابية لأبعد حد. نعم أكيد، ما في أحلى من الطبيعة، ما في أحلى مثل ما قلت يا سالي من الورد والورد الدمشقي بالتحديد. منتشكرك، منتشكر وجودك معنا، شكرا لنصايحك القيمة، ونتأمل كل الناس يعني تحلي نفسها بالصبر وتبعدوا عن العصبية. أكيد، شكرا لك.